تذكرين؟ على فكرة هذا مو راديو، بس أنا لقمان ديركي. هكذا حدثنا هردمشت. ألف سرد وسرزر معي أنا لقمان ديركي. الآباء والبنون. تجهد في حياتك لتعلم أبنائك قيم الحرية والجمال والخير، تجهد وأنت تعلمهم البحث عن الحقيقة وفعل الخير واستقلال الشخصية والاستماع إلى صوت القلب. تجهد وأنت تفعل ذلك كله لأنك تريد كما يريد كل الآباء أن يكون أولادك الأفضل، بل ويمكنك أن تقبل بأن يكونوا أفضل منك، ولما لا، فهم من صنعك شخصيا كما يحلو لك أن تردد، سواء بينك وبين نفسك وسواء أمام الملأ والناس. بل إنك إذا لم تقل ذلك بادرك الآخرون وقالوا لك ذلك أو أوحوا لك بذلك، هذا إذا كان أولادك تمام التمام. أما إذا كان أولادك والعياذ بالله مش ولا بد، فإنك ستتنصل منهم وتتبرأ منهم علنا أمام الملأ والناس، ولكن الناس هنا لن يبرئوك، بل سيحاسبونك وسيقولون لك اقطع أمرك على هالخلفة، وستصبح أفعال أبنائك عنوانا لك، فاللي خلف ما مات، ومن شابه أباه ما ظلم، وإلى آخره من المشكلة البشرية الأزلية. الآباء والبنون. وبين قوسين يكبر الأولاد وتكبر همومهم، أنت تعلمهم كل تلك الأشياء وهم يتعلمون، يكونون شخصياتهم وسط زحمة الحياة بعد أن أخذوا منك الدعم الكافي على كل المستويات، وهم باحثون عن الخير والحب والجمال كما علمتهم أنت تحديدا، وهم مستقلون كما كنت تريد لهم أن يكونوا، وها هم بدأوا بالاستقلال، ويا للهول بالاستقلال عنك. وهل كنت تعتقد أنهم سيتمكنون من أن يكونوا شخصيات مستقلة وخاصة، ولكن على شرط أن لا يستقلوا عنك، لا يستقلوا عن مشاعرك، لا يستقلوا عن أفكارك، لا يستقلوا عن طرائقك في الحياة، لا يستقلوا عن رأيك؟ كيف سيستقلون إذن؟ كيف سيكونون من هؤلاء الأشخاص الذين ما إن تقع عينك عليهم حتى تدرك بأنك أمام شخص خاص ومهم دون أن يكونوا كذلك حقا 100%؟ كيف سيكونون من هؤلاء الأشخاص الذين ما إن تقع عينك عليهم حتى تدرك بأنك أمام شخص خاص ومهم دون أن يكونوا كذلك حقا 100%؟ هل كنت تعتقد أنهم سيسألونك عن رأيك وهم يذهبون إلى السينما، وهم في الحمام، وهم في الجامعة، وهم على طرقات السفر، وهم يستمعون إلى الموسيقى، وهم يحبون، وهم يعشقون، وهم يتزوجون، وهم لا يتزوجون، وهم يتجاوزونك كما تعتقد في اتخاذ القرارات المصيرية، وهم يعيشون الحياة كما علمتهم إياها، ولكن دون إشرافك المباشر، دون وصايتك، دون خوفك النبيل عليهم، دون ارتعاشة الأبوة التي تحميهم من الوحشة وأولاد الحرام، دون تلك التبعية للماضي مهما كان عظيما ومشرفا. فأنت الآن من الماضي، وهم الآن من المستقبل، وهم أخذوا منك ما يريدون وهرعوا ليصنعوا حياتهم الشخصية وبرامجهم الشخصية وأسطورتهم الشخصية. فإذا فعلوا ما تريد فلن يستطيعوا صنع ما يريدون، وأنت أنت تريد أن يصنعوا ما يريدون، بل وعلمتهم على ذلك، وفي لحظة انفصالهم عنك ستتألم، ولكن ذلك الألم اللذيذ، ذلك الألم الذي يقول لك أن أبنائك كبروا وأحبوا وعشقوا وأنجبوا وعملوا وفشلوا تماما كما كان يحدث معك وكما سيحدث مع غيرك،
فأبناؤكم ليسوا لكم، على قولة جبران أبناؤكم أبناء الحياة. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.